ضمن الحفلات العديدة التي تشهدها دمشق هذا الصيف، استمتع الجمهور السوري والسواح العرب بالحفل المشترك للنجم فارس كرم والنجمة نانسي عجرة في فندق الشيراتون. فكانت سهرة ملونة بالأنغام استمتع بها الجمهور لأكثر من 3 ساعات. أجواء الحفل نتابعها في هذا التغريد. الدنيا حلوة وأحلى بنعيشها وحدنا يا ناس عشتي نتسلي فتنا ونعيش ده الدنيا حلوة وأحلى إلى الأراضي السورية ترافق النجمان اللبنانيان فارس كرم ونانسي عجرم لإحياء حفلة مشتركة. جو لبناني بامتياز سيطر على المسرح مع أغاني فارس كرم، ومشاركة الجمهور كانت أكبر دليل. حفلة إن شاء الله رح تكون حلوة، منا أول مرة أنا وفارس كرم، سبق وغنينا كمان قبل مرة بلبنان وبسوريا، يعني جمع حلوة، ديو حلو، الناس اللي شفتها هيك كلها هيسة يعني، فإن شاء الله تكون حفلة حلوة. كأنه شوي متحفزة على موضوع أنه ميلا تظهر على شاشة تي في؟ لا، أنه مش قصة أنه تحفز، بس ما إلا لزوم يعني، أنه بيبي صغير مثل غيره يعني، وأنه البيبي ما رح يبين هو صغير. بس أخذتها معي لأنه كل نهار من الساعة 5 الصبح للخمسة الصبح نحن منصور وبدأ تاكل بهالوقت، فجبتها معي هيك بغرفة يعني لوحدها. بعد لمسة إيد بتعاون تاني مع ليلى كنعان، عم بحس وقبل نادين لبكي عم بحس أنه في تعصب من قبل نانسي للستات. لا يعني أنا بلشت بهذا السدي مع سعيد غنيتين ورجعت مع ليلى، لا ما نشرت أبدا. أنا المخرج اللي شاطر بغض النظر إذا بنت أو أنه شاب، المخرج الشاطر اللي بحس انه عنده رؤية وبكون حساس وصورته حلوة بصور معه. من الاول المهنئين كانوا لك اللي فعلا عملوا لك زيارة مشان يقولوا لك مبروك اجت صبية؟ اهلي اول شيء. من الفنانين؟ يعني كلهم اجوا ب6 نهار يعني، فارس ووائل وشيرين، في كتار يعني كمان اتصلوا.